هذا اتمنى في الخمس سنين الجايين يقولوا لي اموري يعطيوني رخصه باش نخدم على روحي، خاطر عندي عائله وعندي صغار نجري عليهم ونحب ماذا بيا، فهمتي؟ نتهنى كيما العباد الكل، فهمتي؟ نتهنى كيما الناس الكل. بالنسبه للخمس سنين الجايين نتمناو ان احنا خاصه الشباب يخدم على روحه، تحسن الظروف زاد الاقتصاديه للمواطن وكل شيء. بالنسبه للانتخابات انا اللهم صل على النبي، تونس منوره في العالم بحول الله. التوقعات نتاعي انا نتمنى ان تسود الديمقراطيه ديما فار تلاو شوي بالبطاله، وغلى المعيشه زاده وقفه الزوال لازم تلاو بها. ان شاء الله متفائلين خير، ان شاء الله يا رب ان شاء الله البلاد تتحسن والاقتصاد شفتو يتحسن، خاطر هذاك هو اللي باش يحسن البلاد. وخد كونت تحية تونس. احنا نتوقع انه تونس مسارها صحيح، مسار طبيعي، ان شاء الله ربي يسهل لها معناتها وترى ايامات حلوه. باش تبقى لك 250 الف موطن شغل وتصبح تونس معناتها من البلدان الكبيره فيها، راه مستحيل حقيقه. يمكن 80 40 الف قادرين، حكم اني تعبت اختصاص نتاعي معناتها خليني يعني نقدر قداش الدوله قادره باش تعطي من موطن شغل. ان شاء الله واحد يقول قدام خير خير من قبل، وان شاء الله اللي ننتظروه نحن ان شاء الله يكون ما خير. خمس سنين جايين واحد ما نجم يكون كان متفائل، يعطي الفرصه او موان معناتها العباد باش تقعد الفرصه هذيا معناتها خمس سنين كاملين يشدوا. نورمالمون توا معناتها فما ستابيليتي اون سيغتان ستابيليتي خدمه كونتينياسيون، دونك لازم الاول الباز صحيحه تتحط، والباز هذيك تكمل. قلت ربي معناتها واحد ما نجم يكون كان متفائل على خاطر معنا حتى شواء اخر معناتها. ان شاء الله هذا ولا الاخر ان شاء الله واحد منهم يقدها، والله ما واحد هاو يستنى، وان شاء الله وان شاء الله خير في البلاد. والله ان شاء الله الخير القدام. انا التونسي تعدات عليه ازمات اكبر من هكا برشا وخرج منها، وشعب شعب طيب وبسيط يعاون بعضه بحول الله لاباس. ان شاء الله الخير القدام، ان شاء الله الخير القدام. نتفائل ثم خير وثم تحسن بفضل الله. مع هذا تعدينا من الفتره نتاع كما نقولوا نحن تعطير وكل شيء، ان شاء الله المره الجايه نراو ما خير. ان شاء الله الناس الكل تعاون مع بعضها، ان شاء الله ما نرجعوش كما نقولوا نحن بالتوالي. حتى توا صحيح كي تشوف انت تلقى الحزب معناها الفائز عنده ثلاثه ماخذ ثلاثه سلطات، فهمتني؟ الرئاسه ومجلس النواب ولا ممكن الحكومه، فهمتني؟ هنا الشعب هو اللي لازم كيما نقولوا نحن يكون فايق، فهمتني؟ ما يخليش الوضع يرجع بالتوالي. نجم نكونوا مرتاحين متهنيين لتونسنا، ان شاء الله تكون كثير خمس سنين الجايين بحول الله، يكونوا عزمه تكون في البلاد، كيكون الشعب مع البلاد مع الحاكم مع الراي العام، يلزم يكون معناها في تونس راي واحد. ان شاء الله معناتها المستقبل الاقتصادي ومستقبل معناتها التنميه في تونس ان شاء الله باش يتحسن بحول الله، وان شاء الله هذا احنا باش نحسنوه معناتها شباب ومعناتها مواطنين تونس كل هيك، وان شاء الله تونس هي اللي نجحت. بالنسبه للمستقبل يلزم الناس الكل يقفوا مع بعضنا، سواء اللي في الحكم او في المعارضه. وانا متفائل برشا، واما شو متفائل؟ يلزم الناس تخدم، ترجع تخدم على رواحها. وبلاش خدمه ما نعملوا شيء، ويلزم الناس الكل يحبوا تونس ويخدموا مستقبل تونس، ان شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل.